السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سارة، كيف حالك؟ أنا معلمة آية وهذه خطتك لهذا الشهر إن شاء الله. الآن لنرى الخطة. في هذا الشهر إن شاء الله سندرس هذا الحوار، حوار جديد، وهو أين تسكن؟ أين تسكن؟ Where are you live؟ إلى أين تسكن يا أحمد؟ أسكن في حي الزهور. وأين تسكن؟ أسكن في حي الميناء. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وأنت هل تسكن في بيت؟ لا، أنا أسكن في شقة واسعة. في أي طابق؟ شقتي في الطابق الثاني. كم غرفة في شقتك؟ وفي شقتي 4 غرف، واحدة لأبي وأمي، والغرفة الثانية لأختي، والغرفة الثالثة لي، والغرفة الرابعة لاستقبال الضيوف. هذا هو حوار هذا الشهر. في المحاضرات إن شاء الله سندرس الكلمات الجديدة ونتعلم أشياء جديدة إن شاء الله عن هذا الدرس. جزاك الله خيرا يا سارة، السلام عليكم.